المسرح الوحيد يلي حيأمن فرصة العمر لكل عاشق وعاشقة لفن التمثيل. ألف المشتركين توفدوا من كل أنحاء العالم العربي ليعيشوا التجربة ويقدموا عروضهم أمام الجمهور. التمثيل إقناع. أولاً إنك تقتنع وتآمن بحالك لتقدر ثانياً تقنع الناس. ولتلمع موهبتك لازمك المسرح يلي بيقدر يسخر كل عناصره لتكون أنت نجمه الوحيد. أكمل على كلام وسام، من كل أنحاء الوطن العربي اجتمعوا شباب وشابات لإطلاق مواهبهم التمثيلية أمام لجنة عرب كاستنج اللي مهمتها صعبة باختيار الأفضل لتحديد المشتركين اللي راح يتأهلوا للحلقات المباشرة. خلونا نحن وياكم بالبداية نستقبل لجنة الحكم وببدأ مع الفنانة كارمن لبوس. الممثل والفنان باسل خياط. الممثل والفنان قصي خولي. وأخيرا وليس آخرا الممثلة والفنانة غادة عبد الرازق. بالمرحلة الأولى خلال تأدية المشهد لو سمع المشترك أول بازر وهو فوز مشهده بكمل، مع ثاني فوز مشهد كمان بكمل، وثالث فوز بيضطر المشترك أنه يوقف ومنتقل من بعدها للمرحلة التالية وهي التصوير. في هذه المرحلة اللجنة بتقرر مصير المشترك، فأما بنال على الزر المشؤوم هو الستوب يعني الرفض وغادر المنافسة، أو ينال على البلاي اللي تعني الموافقة أو النعم فيكون بأمان. طبعاً يطلقني من كان يظن ذلك، وإن كان قد فقد الحب فهل فقد الذاكرة؟ أنت رائعة. أنت منو؟ أنا منو؟ أنا كلام. ضحكتك لح خليني. تخريب الضمائر، القمع، التسلط، الحيف، الاحتكار. يا رب خذ الجاه وخذ المال ورجع لي أغلى ما عندي. سهيلة الصوت واطي جدا، ما بصيتناش خالص فما شفتش أي رياكشن من اللي أنت بتقوله. أنا عن نفسي كل اللي أنت عملته تحت ده والمجهود ده ما ظهرليش خالص، ما حسيتش بأي حاجة. فهم يا ابني، يا فهم يا ابني، اللي يلحظ على كل الحبال ما يكشفش. اسمع كلام أمك، أمك مجاوباهم اتنين. غيب اطلع برا. عرفتي علي كيف بيطلع برات البيت؟ أول شيء الباب. أنا معيت فيه. اطلع برا. أنت ما بتحبيني، أنا بحبك بس أنت ما بتحبيني. أنت ما بتحبيني وما بحبك، فأنا رح انتحر. كل اللي راح أقوله إنه عيشوا مع أهاليكم كأن آخر يوم لهم في الدنيا، لأنكم صدقوني صدقوني راح تندمون. أنت فقد أمك؟ أنا أهلي كلهم توفوا. إزاي كلهم يعني؟ أنا عشت في ميتم. ما بتعرف أهلك؟ نحن أهلك. أه؟ نحن حدا من أهلك. باسل أنا آسف. صوتين أنا ما راح يأثر شيء، صوتين
متأسفة. يعني هو شكل بس ما فيش حضور. بدك تشتغل بس في الموهبة موجودة. لا عفوا هي أنا والله أنا ما بترجع لا خلص. أنا ممكن أكون خفت بس كملت مشي عادي، وأنا مشي عديت من جنب شلة شباب مجموعة كبيرة واتنين منهم كانوا بيبصولي، قلت بس هم دول بقى هم دول. الولدين قربوا، أنا مت وهم يقربوا، أنا أمشي وهم يقربوا، وأول ما وصل عندي راح الواد عامل لصاحبه قال له وعلى الفيل هرب يلا لحسن ياكلك. أنا وقفت لك مو بس مشان موهبتك أبداً، أنا وقفت لك لأنه أنا بعرف تماماً شو يعني يكون في صبية مثلك حلوة ولطيفة وظريفة وكلها العظامة هي وتنزل على الشارع تعمل مسرح قدام كل الناس. برافو عليكي، أنت موهوبة بالطيارة. أنا مش محضرة ده كله، ده كله لسه طالع دلوقتي. شو؟ ما سمعت ما سمعت شو قلتي؟ مش محضرة ده كله، ده كله لسه طالع دلوقتي قدامكم على المسرح. برافو. طب روحي مقبولة يلا. Et je vous guiderai à la guerre. Ayez confiance en moi. Car vous avez confiance. Continue. Ok. أنا على إنه إنك توعدني بإنه بالحلقة الرابعة تعلمني فرنسي. شكرا. طبعا. شكرا. مش محتاج صوتي بس. المزيد من المواهب منشوفه نحن وياكم الأسبوع المقبل. تصبحوا على ألف خير.